تمام يا حبيبي أبدا، بالعكس ما أخرت أنا ولا شيء. أنت وين وين بالضبط؟ جابك اللوكيشن حولنا. أيوة بس 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 تمام تمام، تراك في ظهر الاستراحة، يعني خذ لين آخر الشارع وتعال تعال بس من وجه الاستراحة. شو الباب مفتوح؟ أيوة بس تمام تمام لين آخر الشارع، يلا ننتظرك. حياك حياك يا حبيبنا، حياك حياك يا حبيبي، حياك. هلا وسهلا. هلا 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 هلا. شغلتنا هذا العود يا اخوي. سهل. كيف حالك؟ طيب بخير بخير الله يسلمك. كيف الحال؟ مطيل عنك. طيبين؟ عاش من شافك. عاش ايامك. اخيرا قابلت يا حبيبي. كيف حالك يا طيب؟ شلون حالك؟ تليفونات بس. فيصل توصيه. تليفونات. تخليه يشبك لك كل شيء. هلا ابو محمد. اقول فيصل تخليه ما شاء الله تجي تلقى كل شيء جاهز. كفو والله كفو. شلونك؟ حبيبي والله ما فيها كفو. تعال خل خليك حول عودك. تأخرت يا اخي. تاخرنا. اي والله هو خليك حول عودك هنا المشكله. هذه المشكله. هنا المشكله في العود. العود اليوم خلانا نصير بوصله في الرياض يا ابو محمد. شلون؟ شرق غرب والمشكله ما يبي يعلمني وش السالفه. ايش فيك وراك وين عودك؟ لا والله عودي طلع خربان شوي. اي ليش ليش خربان؟ لازم اقول السبب يعني؟ اي اللي يعني ما والله عندي واحد من اخواني صغار متعلم على العود بس يتعلم يبي يطلع عود مثله فالله يهديه كل ماله ياخذ عود يحوسه شويه. ايوه شلون حاسه؟ شوف الرجال قاعد يتهرب منك لازم تدكي يقطع وتاره وكذا ما يعني ما لسه ما متعلم الوزن فيشد. طيب ضبطوه له ذا واحد ثاني؟ لا هذا واحد ثاني خليته. واحد ثاني خليته دوزن اهم شيء. اي ابد نحتاج قعدتنا رايقه. لا ان شاء الله دوزن. ما ادري ايش سوى بالسياره. كيف؟ هو انا نرفزني على السريع من جاي زحمه الرياض تربع وانا اسوق هو واطربني. لا والله مثل مطرب الحاله والله. لا اطرب على الحين. ابراهيم. ابراهيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابراهيم وصل حسن. لا 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 تونا تونا فيصل تونا لسه ها كم تونا تونا بدايه سمرتنا مره. كيف الحال؟ سمع عنك. لا جاي توقيتك خليني غريبة. هلو 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 هلو. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ شك طيب؟ شك طيب؟ شك طيب؟ عشان شابك؟ كيف حالك؟ تونا تونا بداية سمرتنا. شلونك؟ شو الامور؟ شلونكم؟ تدري عاد انت جاي في الوقت؟ والله الحين الحين سلطني اصلا انت جاي في التوقيت. تعال يلا يلا انا ترى اليوم ابغى اغني ابغى اغني. هو سلطان محمد في السيارة يا رجال غنى والله. يبعدهم كلهم يسراجي منهم يا بعدهم كلهم يسراجي منهم عطني من دنياك حبك واترك الباقي لهم عطني من دنياك حبك واترك الباقي لو ياخذون اللي يبونا اللي هالعالم وكونه لقلبك يتركونا لا تمسى ايدهم ياخذون اللي يبونا اللي هالعالم وكونه لقلبك يتركونا لا تمسى ايدهم لقلبك يتركونا لا تمسى الله ايوه كذا يا حبيبي بعذركم متاخرين اتاخر يا رجال بغيت اخذ ملف هلا 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 السلام على السلامه سهلا والله عاد معذور هذه لازم تاخر معذور فيها ما تقدر تقول شيء هلا هلا بالحبيب هلا والله من الحسن دايركت جاي شلونك الحمد لله السلامه يا رجال تاخر هلا كيفك شخبارك ما يترك هلا وسهلا ما يترك طبايع شخبارك طيب الله يسعدك حياك 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 تسلم هلا وسهلا يلا حيا يلا حيا شلونك حبيبنا كيف الامور الله يطول
طول عمرك. شو الاخبار؟ الله يسلمك. ولا تعبت يا حبيبي؟ لا ندمت حبيبي. كيفك انت؟ كيف الخط؟ والله تمام زحمه يا اخوي. قلنا في الحسا يا اخوي مشوار 5 دقائق من الرياض من الحسا للرياض ساعتين، ومن بدايه الرياض لهنا 10 ساعات. صادق صادق صادق. والله زحمه 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 مره يا حي الله. من جد والله والله من زمان عنك ابو الخل. سم يا الله يسلم. نجي ها بس انت يا اخي تحب الخط. ايش اسوي طيب؟ شغلي يا اخي كذا. انا الرياض ده على ما قالوا اسبوعيا رايح انت في الخط تقعد كذا تتامل وتشوف وتراجع افكار. اكيد لحظه تامل في الخط عميقه صراحه. تسمع اغاني ولا ما تسمع اغاني؟ اكيد. من نبي نعرف مودك. والله انا صراحه من عشاق الاستاذ محمد، يعني في خط وغير خط. صحيح محمد شغل يعني ولا ولا عشان شغل ايه شكله. لا عشان لا لا صراحه انا الاستاذ يعني انا اسمع له قبل والله ما اشتغل معه، وانا حب اغانيه يعني من يوم انا طفل صراحه. صدق؟ اي والله. فعشان كذا يعني بالذات الحين بعد يعني ما قمت اشتغل معه. لا شعورك بالله يوم اشتغلت معه وانت صغير كان في بالك وانت طفل؟ يعني انا قال طفل يوم اني طفل كان في بالك توصل للمرحله؟ لا مره ابدا. لكن يعني ايش اقول لك، هذا كان بالنسبه لي امنيه صراحه. لكن بعد ما وصلت اشتغلت مع الاستاذ اضافه صراحه يعني في مسيرتي انا في حياتي الفنيه صح. اضافه كبيره لي صراحه. اي والله وانت تستاهلها والله. الله يسعد ايامك. وش زين بالله شيء سمعته على الخط؟ والله سمعت كثير، بس انا جيت جاي الرياض عاده اشغل اغنيتين. ايه ليالي نجد الله ولا مرق الرياض. الله يا سلام. الله شوف دائما قلت شاغلهم بالله والله دائما قال المشوار من دخل الرياض هنا 10 ساعات، خلنا نخلي ما رق الرياض مع انها جميله وكل شيء عشان ما تقول توك تقول 10 ساعات. لا 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 خلاص خلنا على خلنا ما رق الرياض تصبح ويكند. ها دامنا سامرين في ذا الليل خلنا على ليالي النجم. يلا تمام تمام يلا نقول ليش لا. جاهز؟ ليالي نجد ما مثلك ليالي، غلاك أول وزادنا حب غالي. ليالي نجد ما مثلك ليالي، غلاك أول وزادنا حب غالي. ليالي نجد للمحبوب طيبي، أمنا نور عيني يا ليالي. ليالي نجد ما مثلك ليالي، ليالي نجد ما قولوا قولوا. ليالي نجد ما مثلك ليالي، هواك أول وزاد الحب غالي. ليالي نجد ما مثلك ليالي، هواك أول وزاد الحب غالي. حبيب أولادك أنا حبيبي، دريت إني حضيض وزان بالي. حبيبي أولادك أنا حبيبي، دريت إني حضيض وزان بالي. على شانة هونت الأصاب، أذوق المر لأجل رضاي حالي. على شانة هونت أذوق المر لأجل رضاي حالي. ليالي نجد ما مثلك ليالي، ليالي نجد ما الله. وليالي نجد ما مثلك ليالي، ليالي نجد ما مثلك ليالي. الله عليك. الله عشان تحس انك وصلت يعني. صحيح وصلت الى نجد. الحين قبل شوي فيصل يقول لك الطريق وسمعت الاغاني على الخط وكذا،
انت اللي قلت له مهند في شيء يرتبط بموقف ان الاغنيه ترتبط بموقف في اغنيه موقف فيه ممكن يصير فيه تصنيف صح صح في في اغاني كثير مواقف تصدق قاعد في اغاني بعد الشتاء اي صادق قل اغاني تحس فيها مطر يا رجل فيروز والله العظيم فيروز يعني ما تسمعها العصر ها صباح صباح الفطور هذه اذا ما تشغل فيروز الصباح يعني جو فيروز الصباح شيء ممتع يعني انك تسمع فيروز الصباح انا اتوقع انها عاده الصراحه ولا ما هي بشيء يعني تو فيصل يقول انا ضد الموضوع اي والله انا ليش الصبح فيروز تنسى اي وقت بس في اغاني يعني ترتبط بلا سمح الله حزن في اغاني ترتبط بسعاده في اغاني ترتبط حسب الموقف اللي انت اتوقع اللي انت سمعت فيه الاغنيه اول مره عاد في ناس يعشقون الحزن واغاني الحزن يقول مصايب اي والله طب في شيء يرتبط على الموقف يعني فيه في اغاني الحزينه ما لها دخل حزينه بس تكون يعني الاغنيه قويه حلوه يعني كويسه حلوة. صح صح اي صح في اغاني زي كذا في يعني في هذا انت معه اي عادي يعني والله انا احنا شوف يعني ممكن الجو حزن حزن لا مو بالحزن اقصد في اغنيه موقف هذا المقصد بشكل عام صحيح اكيد بالنسبه للاغنيه الحزينه انا احس الاغنيه حزينه تغير وضعها الحين صح الحين تلقى اغنيه حزينه وصبا والرجال بيبكي ولقاع وراء راقص والحياه صح وين حزينه طيران تصقع لا والله خلينا نبعد من الحزن بينا طب نشوف كذا السعاده الشيء اللي تحس اغنيه كذا مبهجه الزله اخص طبعا الزلال بتشال فوق شل اغنيه الزواجات نقول في الزلال يلا نقول على الصول عندك عودك الدزان عندك كيف القاع؟ القاع كويس ايوه قلنا القاع اوكي في السلاح يا أرضي لاجك بشويش تمايل هو مو قصده ولكن كذا رب خلقه ما تصنعها ولا تبرره كل الوسائل هو مو قصده ولكن كذا رب خلقه علق الدنيا بخطوة حتى قلبي علقه علق الدنيا بخطوة حتى قلبي علقه في السلاح يا أرضي لاجاك بشويش تمايل ولا مشى يمشي على ضوع صدري ولا نطايب لا سما ولا أرض ربي عساه يوفقا كيد أحساس بكدا وسوى بالهواي أما ياخذ عقلي كله لا مشى يمشي على ضلوع صدري ولا نطايل لا سما ولا أرض ربي عساه يوفقه قيد احساسي بقيده وسوى بالهوايل لا سما ولا أرض ربي يوفقه كله اما ياخذ عقلي كله ولا يطلقه في الزلاح يا أرضي لا جاك بشويش تمايل ومقصده ولكن كذا رب خلقه رب خلقه لا حل غير الله ولا رضا لا بدايل ما أبي غيره وغيره يبيني عاشقه تشوف الخاطر كلام ورجعت وما لقايل ما أبي غيره وغيره يبيني إبراهيم ما شاء الله يعني أنت بحكم خبرتك أنك سابق الشباب
لا تراك كبرت يعني. لا 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 انت سابقهم خلينا نقول في الوسط الفني اسلم وانا سابقهم في الوسط الفني أسلم. بس انه لا انا قصدي يعني تتوقع وش افضل للفنان اللي توه بادئ انه يروح ميوزيشن يلعب الات ميوزك وكذا ولا يروح على درب السولفيج وينمي موهبه يعني ينمي التيونينج والشغلات. انت تتكلم عن الفنان الغنائي ولا تتكلم عن اللي بيغني؟ اللي بيغني. لا اللي بيغني اكيد الفوكاليز بصفه عامه يعني اذا ما يكون واحد عنده المام بالموسيقى والمقامات الموسيقيه ومتمرن بصير صعب علينا يعني بالذات في وقتنا ذا صعب علينا يطلع ترى لان المنافسه شرسه والعدد كبير يعني فضروري انه يعني يتعب على نفسه في موضوع السماع في موضوع التدريب في موضوع الدراسه لو كان في امكانيه يعني اتوقع الفنان اللي موهوب هذه حاله استثنائيه يعني الفنان اللي في موهبه من رب العالمين ذا حاله استثنائيه لكن اتكلم عن الفنان اللي لسه قاعد يطور اداءه ويطور لا يحتاج اكيد ما درست ركز انت وياه عشان تستفيدون اكيد لا صدق قاعد يتكلم لكم شوف انا من الناس اللي يعني فيصل اياك يعني واسمع يا جاره اقلب الطالب لا شوف انا من الناس اللي يعني اشتغلت مع ابراهيم كثير الصدق الصدق صح انه عازف بس الفنان اللي معاه يستفيد يمكن اغلب اشغالنا وحفلاتنا مع ابراهيم انا الصراحه يعني انا احب ابراهيم لانه انت تستفيد مو بانك بس تجيب عازف ويعزف معك بس لا تستفيد منه الصدق يعني حتى احيانا يقول لك لا سو كذا حط كذا فهمت وهذا الشيء اللي دائما يعجبني في العازف صراحه صحيح. هو في النهايه احنا قاعدين ندور يعني على نتيجه معينه على نتيجه ترضي الكل كواليتي بالضبط فيعني لو كان في يعني في بعض الفنانين يعني مش مثل مهند يتقبل مني عشان كذا يعطيني فرصه اني اتكلم صح. في بعض الفنانين لا حبيبي هو شكرا انا ما تعلمني نفسي بالضبط انا التوب هنا انا الهد لا الله يبعد عن بعدنا عنهم الفنانين اللي كذا ما والله بالعكس احنا نتقبل والله كاريز زي ما قلت شيء مهم جدا ترى طيب كاريز فيها على الحين العمل اللي انت تقول الشباب اللي يبدون يا اخي انا معجب بعض الاشغال بعض الاعمال كلها تلقاهم شباب اللي كاتب الاغنيه النص واللي ملحنها واللي بعض الاغاني اللي مغنينها في ناس قاعده تسوي شغل طبعا يعني شوف مثلا ما شاء الله في السوق الحين رزان سلطنه صح تلحين في اسماء كثير عشان ما نظلم احد عشان كذا عالقه في ذهني اغنيه دام قالوا الشباب خلينا يغنونها مع بعض سمعنا رائد شوي سمعنا مهند شوي سمعنا خلينا نسمعهم ما مل قلبك يلا شباب ما مل قلبك من زعلنا إلى الحين بموت واحنا ما عرفنا السعادة حرام يعني بالرضا نعيش يومين ولا انت شاطر بالزعل وين كدا عطيتك ايامي مع القلب والعين خلت لك احضني حبيبي وسادة ماشي معك ماشي بصراحة اثنيننا جد مخطين عدا حبك في قلبي يا حبيبي له سنين وبعدك ترى ما نقص الحب زادا تبي الصراحة اثنيننا جد مخطين
كل واحد فينا مصر بعناده ترى الوارد بين المحبين بس زعل المرض والزيادة زعلت لك كم يوم طيب وبعدين ارجع قبل لا يصير هالبعد عدادة الله عليكم الله 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 ممكن أسألكم سؤال أنا شفيني اليوم ما أدري إيش الكنبة ذي متلخبطة ما أدري شفيكم أي نغير نغير والله تعرف ليش صار تعال بدنا معك الحين على الطريق بنتكلم عن الشباب وهو اللي علقت في ذهني ولخبطتني الأغاني وإنتاجها يعني فتح لي فيصل من السالفة أن الشباب كيف يبدون وكذا تحفز شوي أنك تنتج كليب أو أغنية أنها تعطيك مجال ولا تتردد عشان تنزل أغنية عشان التكلفة سواء مهند ولا راد أي واحد يعني الشباب كلهم والله شوف أنت تكلمت عن التكلفة هي الأغاني الأيام هذه مش أي مو بكم تكلفتها أنها سهل عليك ولا هذا يحجمك أنك كل فترة تقعد تنزل نعم أغنية. صح خليك كل فترة تنزل إذا ما نزلت شيء وضرب معك مرة يعني وجاك يعني عقد او حاجه مع شركه كبيره مثلا تبغى مع الشركه هي بتنتج تتاخر تتاخر تقعد تنتج لنفسك وتتاخر من عمل لعمل اكيد هذا ما يبغى لك كلام لان التكلفه لها دور زي ما قال التكلفه المشكله بعض الموزعين يعاملك مثل الفنان ستار الصراحه صح يعني انا ما اقدر ادفع يا اخي انت تبي تدعمني ساعدني يعني بالمبلغ عرفت انا ما اقدر اعطيك الجزء تمام لكن فيه موزعين ثانيين شاطرين الصراحه ونفس الطريقه صايرين يرفعون اسعارهم يعني ما تلقى الا ناس يعني قليله اللي يقدر تساعد معك بحيث انه يساعدك انك والحل اللي تشوفونه يسوي لك التوزيع وكذا انتم وش تشوفون حل مخرج لهالشيء والله يوتيوب اليوتيوب حل صراحه حل مره اصبح المنصه الاساسيه في اليوتيوب اكيد يعني القنوات يعني بعض الاحيان ينزل في اليوتيوب قول قناه اي بس انا يوم اقول يوتيوب يعني بتنزلها كيبورد وعود وكذا وخلاص يعني قصدي ما تروح توزع لا عادي في تضغط على نفسك تضغط على نفسك وتوزع ايش تسوي احنا من وين نوزع احنا من على القد اي على القد عادي على قد العطاء يعني اي والله قد العطاء قد العطاء على قد العطاء ايش قصدك قد العطاء هذا شكله حقته ابو عطاك باص اهنيك انا طيب إيه؟ المدرب عقب المشكله في الفريق سحبني إيه؟ نزل فيصل فيصل اعطاك هذا دقيقه 90 اعطاك واحده خلاص لا بالعكس ابو راشد حبيبي اعطاك واحده في دقيقه 90 فسجل ولا لا روح ولا هناك ها لا خليه انا ما قام يحتاج شاعرنا حبيبي ان شاء الله نصيد الحين شوف عمل مفترض صدق هاي في ورشه مفترض صدق انت عمل ها اي والله يعني ممكن ترى استاذ فيصل يعطينا كلام ولحن الله استاذ فيصل ها مش بقول لك ترى استراحه ذي ما فيها ما فيها ما فيها استاذ كبير حسيت انه مدرس علوم قال ابراهيم الاول اللي بيصيده هو ترى الحين فيصل عشان يخليك الاكبر لا ماني بكبر يا ابوي يا اخوي خاف قد العطاء قد العطاء قد العطاء قد العطاء يلا ما عطيت إلا وأنا قد العطاء ولا خذيت إلا الجحود وضيقتها ما دريت إن الخطأ كل الخطأ ترتبط بإنسان يعشق غيبته جرحك اللي داخل أعماق سطح كل من تذكرتني خيبته موعدك عاندني كم مرة وبطا ليه تتركني أموت جرحك اللي داخل أعماقي سطر كل
بنسى ذكرتني خيبتها موعدك عاندني كم مرة وبطا ليه تتركني أموت سيرتها. الله 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 عليك الله عليك. الحمد لله اني ما لخبطت. حبيبي حبيبي. بس شلون الصيانة حقت العود؟ اي احد يقدر يعني انت تقدر تصلح؟ لا انا من فترة فترة يعني اوتاره مثلا ناقصة ولا زي كذا اودي محل معين اركب الاوتار انا اوزنه بعدين عادي. الخشب هذا اللي برا خشب تسوي له صيانه اذا طاح منك مثلا او مثلا العظمه انفكت منه او شيء. في بعضها يصير له صيانه بعضها لا خلاص. انا اللي اعرف انه رطوبه ما رطوبه ما ينحط في مكان. هو الجو له دور. الجو إيه الجو ينزل العود يشدنا. وشتى وشتى الرطوبه والبرد الظاهر صح؟ الشتاء يا حبيبي ما عاد يعرفون يعزفون الاصابع تشد وقت الشتاء. لا هو المشكله الحين في الاصابع مش في العود. هذه مشكله الاصابع مشكله ثانيه. حتى عزيفه الاورج عانوا من المشكله. صحيح. لا هو العود بما انه خشب الخشب يتأثر بالعوامل الطبيعية يعني صحيح. بالحر بالرطوبة بالبرد لكن طبعاً الآلات الخشب سواء الكمنجة التشلو القانون عدوة الرطوبة وهذا صح. لا يا حبيبي ذا حبيبي هذا قطة مرة فوروين هذا كنا من التليفونات الأول قوية. لا بس برضو ترى أحيان الرطوبة تأثر إلكتروني يعني ممكن رطوبة أحيان تسبب مشاكل. صادق ترى هذا اكثر شيء خافون عليه حقين او العزيفه لان يجي يروح المطار. اي لا دي مأساتنا صراحه مأساة المطار لان عاده يعني انت تحطه وتقول ممكن يوصل معكم ما يوصل عادي يعني تجي تلقى الكيس كله متكسر والدنيا رايحه فيها. انت تخليه في يدك اصلا. لا 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 ما تقدر. وزنه هو الحاله تقريبا يمكن 22 كيلو بس هو وده يدخل معه جوا الشاحن هو يحطه بعده يروح مقعده. يا رجل المصيبة في إيش؟ المصيبة لو صار عندك حفلة وعندك موعد يومين بتروح كذا سفرة كذا تخلص حفلة ترجع. فلما توصل يقول لك والله الكيبورد ما وصل. هذه مشكلة. قد صارت لي كثير ذي. ولازم يعني نستأجر. الموضوع قريب يروحون خط بعضهم. لا وين خط إذا بتسافر أوروبا ولا بتسافر وين خط؟ لا أنا أقصد داخل يعني السعودية. إيه. لا ممكن. أنا سفهليت يوم سمعت قد العطا مو عقب ما يمين من البلبله في الكنب البلبله في الكنب فهليت. خلنا نسمع رائد شوي وهقه انت الحين باي شيء. والله رائد هو عوده يوديه يعني ما نسمع نبي شيء كذا. هذا لسه عبادي قاعد يتوالف معي هذا. لا عبادي تدري ليش؟ لان احس اغاني عبادي هي تولف العود. عبادي دكتور عبادي معليش اخطبوط العود دكتور عبادي هذا طبعا هو اصلا يعني نقول هنا يا لو ترى طبعا نوجه للدكتور عباد الجوهر تحيه هذا المكان. سلام الله ان شاء الله اموت فيه انا ان شاء الله يسير علينا يوم اموت فيه الدكتور حسسني انك كذا بيغني في المساء. الله الله قال او ترى ملك امل في قلبها لو يوم ابعد وجن دربها هذا هو المقسوم. قلت اتركوني واسكت خلوا العتب واللوم. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتب واللوم. قدني غرقت في بحرها تقول مرحوم. قالوا ترى في حبها
الليل واسع وهموم قلت انقتل حبها حسبي تكون مرحوم قالوا لي انسى ذكرى من تبها منذوم قالوا لي انسى ذكرى من تبها منذوم قلت بشنو يا عادني بنسى لذيذ النوم. أيوة كذا كذا طربونا شوي. الله الله عليك الله عليك. رهيم خبر سولفت لي عن مجموعة قاعدين تسوونها في الحسا. أدنتوا يا هالحسا ما شاء الله يعني اللي 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 ما يسوي شيء يشربك صح اللي ما يعزف آلة والله العظيم صدق بس أنت سولفتي عن مجموعة قاعدين تشكلونها للعود ومعود إيه صحيح أن في جامعة الثقافة والفنون في الحسا فتحنا قسم الموسيقى يعني حلو بعد تفعيله صار عندنا عدد عازفين العود كثير يعني يعني يمكن يومين يجينا أربعة ثلاثة ما شاء الله وكلهم يبغون نشاط خاص فيهم كأعواد يعني كل واحد يبغى يشارك في حفلة يشارك فيه فجاءت في فكرة في بالنا ليش ما نسوي قسم أو يعني يكون شيء مخصص للعود فمنها طلعت فكرة إن إحنا نسوي نسخة صغيرة لبيت العود اللي موجود في مصر وموجود في أبوظبي إحنا طبعًا مش فرع لا لكن هي فكرة هي فكرة فقط ولكن الآن بدينا الآن بدوا الشباب يعني ما شاء الله ينتجون بدأ عندهم الآن في أكثر من مقطوعة قاعدين يشتغلونها كأوركسترا أعواد وفي ان شاء الله شغل جديد وفي اكثر من مقطع تم تصويره احنا صورناه في الجمعيه ونزلناه في اليوتيوب للشباب لكن ان شاء الله بعد انت اللي ماسك ذا الموضوع والله مبدئيا انا ماسكه لان الموضوع ما بالتك انت ما تعزف لا انا ما اعزف عود بس مثل ما قلت لك انا في قسم الموسيقى يعني من احد انت ماسك الجانب ذا جانب ماسك جانب في قسم الموسيقى في الجمعيه فضروري ان احنا نفعل النشاط ذا يعني لان لو ما احنا مسكناهم واحتويناهم ما راح يكون في اي نشاط ابدا جميل والله تشوف عندنا في مسرح يوم كذا يعني مع الانتشار المسرح تشوف عندنا عدد كلهم زويده والله عجبني الموضوع ذا مره واحنا قاعدين نزيد ترى في البدايه كنا بادين اربعه حاط في بالك عدد توصلون انا لا ما في ليمت يعني احنا بدينا يمكن اربعه ثلاثه الحين بدا صاروا سته ما ادري سبعه واحنا الحين نشتغل تقريبا الان بروفاتنا في 13 14 عازف عود مع بعض 14 انت عندك اللوكيشن حق استراحتنا والله خليهم يسيرون علينا يا والله ان جاء عاد مصيبه وين تحطوا فيها ابوي خلوا يسيرون عليك المكان كله نفتح ال 14 واحد صحيح صحيح يا اخي شيء غريب يا حبيبنا رائد انا جه في بالي اسمع منك انا بالقوه نسيت مخلك حق ماجد اي انا سمعتها مره كذا مقطع انت غنيتها في سناب والله بعد نسمعها يعني لا ما نبي مقطع سناب ها ابي اطول يعني خلاص ابشر ان شاء الله انا بالقوة نسيت محرام تذكروني ارحم عيني حرام دمعها والله نشاف لا تضروني حبيبي لو سمحتوا ساعدوني كل ما طريت واسمع قلبي يا عالم ضاع أنا من قوة نسيت وحرام تذكروني ارحم وعيني حرام دمعها وطمان شاف لا تضروني حبيبي لو سمحتوا ساعدوني قلبي ما طريت I'm
وجاملوني عدوا الكذب عشاني كني ما شي اختلا ولمحتوني بكيت لحد يمسح عيوني يمكن الذكرى تطيح مع دمعي الله يبارك فيك. الله يبارك يا حبيبي. عافية والله. الله يعافيك. هو طلب منك انا بدي اوربك شوي. راد وقفة مسرح وناس وتنافس مع ناس زيك. قلت بس اخاف يوم قال فيصل بيجي قلت ما عليك بجيبك اخاف ما عاد يجي بعد نجم السعودية. نجم السعودية. ما عاد يجي. انت فنيا خلنا نمزح معك في الامور بس فنيا فرقت معك. والله يعني كيف رائد قبل ورائد بعد اكيد اضافت اضافت لي يعني احنا اضافت لنا كلنا كمشتركين خاصه اللي وصلوا لل 12 وصلوا لل نتكلم عن العرض اللي وصل للعرض النهائي النهائي فادتنا العرض المباشر اي فادت انعرفنا زياده شوي عرفنا يعني زياده صرنا نعرف يعني مثلا زي الحين كان كان يعرفوني في الرياض كنت قليل في جده الشرقيه ناس فئات معينه يعني بدا يعرفونا ناس في في تبوك هذا كانتشار زي كذا انتشار فنيا فنيا يعني كانتاج تدريب استفاد اكيد يعني استفدنا من الفوكاليزه هذه صراحه التمارين استفدنا منها كثير اي التمارين هذه اي الدروس اللي ناخذها كانت كافيه ولا عشان وقت محدد لا يمكن كانت وقت محدد ما كانت كافيه زيادة. كافيه يعني بشكل كبير تحتاج بشكل مكثف يعني اكيد الواحد يحتاج بشكل مكثف بس انها كانت كنا نستفيد منها يعني حلو انت ما طرالك ذا الموضوع مو بنجم السعودية مو بلازم يعني والله كذا يعني قصدي برامج مسابقات كلها برامج؟ والله كذا برنامج غرض علي بس انه ما ادري انا سبحان الله ما اعرف كيف اتوجه للبرنامج الصراحة كذا يعني انا احس انه لا 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 يا ما ادري انت قاعد توهني ولا شيء ليش؟ تقول انا عرض علي بس انا والله ما ادري اي انا قلت عرض علي بس انا عندي انت من داخلك ودك ولا ما ودك؟ هنا الكلام ودي ولا ما ودي لا ما ودي اي طب ودك تغني لنا كلمه انا سمعت ولا ما ودك اي ايش دعوه يلا 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 يا عيال هذه يلا يلا على طول اي انا ترى عرفت مسائل برامج ما احبها ذي كل ما نسنس وكل ما نسنس من الغرب يهبو حمل الناس ما سلام ولا محتسهل ولا محتسهل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى أطلب الله وارتجي صبح يومي والمساء كل زين أشاهده وانتم بعيد منيتي ليتك معي وانسهرت الليلة هو جسبك وعيد هلل أجلك مدمعي انت هاجس خاطري وانت فرحة ناظري يا قريب ويا بعيد في
فيك أمس وحاضري كل ما نسناس وكل ما نسناس من الغرب هبو حمل الناس ما سلام ولا ما احتسهل ولا ما احتسهل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام ولك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى أطلب الله وارتجي صبح يومي والمساء. الله عليك حبيبي. الله عليك حبيبي حبيبي فصول معنك قاهرني. ليه ليه والله حبيبي ليه يا اخي انت اكثر اخويانا اللي يجونا للاستراحه ونقعدنا مع الحالنا ما في يا مهند مسك لك عود مسك لك اورج مسك لك اي شيء عنده عود في البيت انا يوم راح لعنده لا انا خابره يبي يتعلم ولا تعلم ولا صح والله ها نخطي ونطيح عرفت لا تدربت انت مره جت اي انا قد جبت لي مدرس خاص طيب بس صعبها علي الصراحه ليش صعبها عليك ولا انت كسول درسني نوته يا رجل ازين طب كيف تتعلم اي اوكي بس ان النوته بتاخذ من وقتك كثير فهمت تبي سماعي اي سماعي والناس جالسين نحفظ الصلوهات الصراحه يعني فهمت ابراهيم بقول لك شيء لو في تمارين تكنيك يعني انت ما راح تقدر تتمرن لما يكون عندك نوته عشان تعرفها يعني اي اوكي بس انا اقول لك في الحين عزي فيمكن انت تشوفه وتعرفه تلقاهم سماعيين ويعزفون الصلوهات و... هذا موهوب ما فيها شك يعني انا اعرف في شباب ما شاء الله وصلوا للقمه وهم ما درسوا لكن اقصد انه ايه؟ اذا انت تبي تبدا صح لازم تبدا صح هو المفروض ايه؟ هو اصلا شوف يوم كان ولك طوالك هي المشوار حب حبه على ما تبي تلتفت علي انت بعد افزع طيب شيء لا 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 انت تبي الفزع انت يوم قلت لي سماعي يوم قلت لي سماعي تذكرت ان ابراهيم انا الحين قلت بس شفت ابراهيم يقول ايش رايك على طول احولها عليك لا انت ابراهيم صدق ما فكرت ليش ما فكرت تسوي دورات على الكيبورد بلا موجوده انها في لا انت الكيبورد انت والله شوف موضوع التعليم بالنسبه لي ممل شوي بالنسبه لي انا يعني انا ما فيني جلد ان واحد اقعد افهم فيه ويقعد يغثني كذا اوف ما تصبر اسمع الحركه ذي انا بغيت اقول لك شركه بيطق على طول سوى كذا بطلت في شباب صراحه تعاملت معهم انا بالذات عندنا في الجمعيه يعني ممكن نجلس هذا شهور وبروفه حق اغنيه واحده فمن كذا خلاص انا بطلت اعلم طبيعي ابراهيم اذا جاك تعلم اتوك تقول المهند لازم لا انا اقول لك انا شخصيا ما عندي جلد على الموضوع ذا ايش رايك فيني نفسي والله بطل والله انا ما عندي جلد معلم لا المعلم مفترض يصبر بس الحمد لله الحين المعاهد جايه صحيح الدنيا جايه صحيح بس الاغاني لازم تجي بعد معاهد لازم تجي تبردون يا عيال تبردون قاعد تلاحظ شيء شوي نبي ها قاعد تلاحظ ابراهيم نعيش تحمس ودخل يعني كنا وده يقول خلونا نغني كلنا ترى خلانا نتحمس ونصير كورال انا وياك قبل شوي في الاغاني اللي راحت خلنا طيب وش ودكم غني كلنا نخلي ايش رايكم انتم اللي ودكم ليش ما تخليه يسمعنا بعد من هو اقول عاد خليك لا لك بالحكي صوته لا سمعت صوته صوت حلو اي ادري هو انا ادري وده والله انا اعطيك الواحد صافي بعدين صراحه يعني الفنان فنان والوزع والعازف عازف ترى ترى يركب قوايد في البيت هو ايه مكانك خالي مكان ابراهيم خالي في الوسط مكانك خالي كانك خالي مكانك خالي انا بالنسبه لي كذا حلوه الاغنيه واضح انه متحمس لدرجه انه حتى ما شال العود على طول مكانك خالي يلا 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 يا ابوي شو نقول عليه كيف معك زين صح ما متت من فرقتك حلوة ولا ننزلها واحدة ولا؟ براحتكم أنتوا شو الطبقة تناسبكم ولا؟ شو رأيك؟ بالنسبة لي يعني مناسبني يا شو؟ والله خلاص أهم شيء فيصل أوكي كذا الطبقة؟ مهند كيف أوكي؟ ما متت من فرقتك بس ناسي راحت بالي
يا ناس يا كوني وهلي من تبعد اش يبقالي هو انت وياي وحس كلش مكانك خالي كلش مكانك خالي خالي شير الدنيا أيوة بالفرقة تكتل كل ما يجي الليل دموعي تنزل واضحك بليال بس جاية مثل خليها سكتة مريدك كمان مو أنا حبك أحبك أي والله حبك تروح مني وش يبقى يا مو أنا حبك شكوى لله أي والله حبك لا تروح مني وين أروح وش يبقى يعني ولو تبعد إيش يبقى لي ولو تبعد إيش يبقى لي وين الصفقة أيوة أيوة الله الله عن حالي شحكي لك بعد مو زين بعدك حالي عايش على قيد الحزن بلياك يا الحب مالي فراقك كسر قلبي كسر ما اعرف ايش سوالي ما اعرف ايش سوالي ما اقدر ارتاح الا انت وياك ارجع لي مليت محتاجك هواي قد شي ما ينطق وياك دنياي فهمني وشلون عايش بلايا وانا حبك انا اي والله حبك تروح مني وش يبقى يعني احبك لا تروح مني وش يبقى يعني ولو تبعد اش يبقى لي لو تبعد اش تبقى لي